محمود بجنيد مش بس عايز أقول إن هو مش أمين صندوق السابق للنادي الأهلي ولا أحد العشاق الكبار للنادي الأهلي، وإنما هو أحد الذين يقودون الفكر والتغيير الاقتصادي الحقيقي والجميل والرائع داخل مؤسسة النادي الأهلي. دكتور محمود، برحب بحضرتك على شاشة الأهلي. أهلا وسهلا دكتور ياسر، وأنا بشكرك على هذه المقدمة، وأنت عارف إحنا كلنا في الآخر بنقول الأهلي فوق الجميع، بالتأكيد كلنا في صمت من أجل النادي، وربنا يوفق الجميع. دكتور محمود، هذه الشركة بعد ما تم الاتفاق مع شركة اي سي كابيتال، ماذا يعني هذا القرار؟ اسمها سي اي كابيتال، وانا عايز اوضح احنا اتفقنا معاها بعد ما عملت حاجة اسمها كونسورتيوم يعني بالعربي تجمع عدة شركات لها الخبرات انها تعمل تحول نشاط كرة القدم في النادي الاهلي الى شركة مساهمة. المجموعة دي عبارة عن ثلاث شركات، سي اي كابيتال كانت رئيسها وهي أحد شركات البنك التجاري الدولي المصري، ومعها شركة تخصصت تحويل المؤسسات إلى شركات مساهمة في مصر، ومعها شركة أخرى من ألمانيا عملت أندية في ألمانيا من شركات خاصة إلى شركات مساهمة في الأندية، فأصبحوا ثلاثة من الناحية الفنية كانوا من أقوى العروض المتقدمة، لأن المتقدمين كانوا أربع شركات، وبعد كده لما اتفحص المال طلعوا هم كمان أرخص، وصلوا لدرجة إنهم هيعملوا كده مجانا خالص من أجل المال. يعني هذه الشركة مجانا هتعمل ده؟ مجانا تماما من أجل النادي الأهلي، وحضرتك عارف تم إقناعهم إنهم لو خدوا النادي الأهلي ده هيبقى ريفرنس قوي ليهم في مصر وفي الشرق الأوسط، وبالتالي هيقدروا يشتغلوا على هذا المرجع الغني والجميل، فقبلوا انهم ياخدوا هذا مكان. دكتور محمود، عايز اسال حضرتك سؤال مبكر جدا لاوانه، لكن اعتقد ان اجابته هتبقى مهمه جدا عند الناس وعند رجل الشارع. كم يساوي النادي الاهلي او كره القدم في النادي الاهلي؟ تساوي قد ايه؟ اتصور بقى ان احنا جايبين ثلاث شركات من العالم كله عشان يقوموا هذا، يعني انت لو تسالني انا هقول لك او كفايه العاطفه اللي موجوده عند 80,000 مصري تجاهه، قدرهم انت بكام؟ انا ما اقدرش اقدرهم بالمال، لكن عايز اسال سؤال اقتصادي لرجل يعشق الارقام. انا عشقي الارقام قوي، لكن ما اقدرش اقول رقم لسبب، طبعا انا في مخي رقم ما اقدرش اقوله ولا اعلن عنه، سبب ما اقدرش ادي اتجاه لهذه الشركات يبتدوا يتحركوا ازاي ولا اخدهم الى شيء، فانا عايزهم هم يقولوا وانا ناقشهم، خليهم هم يقولوا وانا ناقشهم، لكن الرقم هيبقى ان شاء الله كبير والرقم هيبقى كويس. يعني يتراوح من ايه، من كام لكام يا دكتور محمود؟ فوق المليار ان شاء الله. فوق المليار جنيه؟ والسقف ممكن يبقى ايه في تصور حضرتك؟ انا عارف ان احنا ما بنتكلمش كلام رسمي، لكن تصور يعني حضرتك. يعني لا، السكاي از ذا ليميت زي ما بيقولوا، السماء هي حدودنا. فان شاء الله يعني هو هيبقى اكتر من كده، لكن احنا بنتكلم في اقل رقم. انا بس في نقطه هامه عايز اضيفها. اتفضل. ان كان احد الشروط الهامه لاعطاء الشركه الجوب دي او العمل ده انهم يجيبوا مندوب من الفيفا معاهم، والمندوب الفيفا يجيب قرارات الفيفا معاه، لان احنا بنعمل كل ده عشان خاطر ابن الفيفا، فمش عايزين نغلط في حاجه. عايزين كل قرارات تبقى معتمده من الفيفا على طول. فاحنا بنتمنى الخير ان شاء الله. طب هذا الرقم هيصبح حقيقه معلومه تقريبا في وقت قد ايه يا دكتور محمود؟ انا مديهم من 3-4 اشهر. لكن حضرتك عارف هم مش جايين بس يعملوا دي، هم جايين يعملوا عمل اكتر، وهو بناء الاستاد، او بلاش بناء، وتمويل بناء الاستاد. يعني الشركه الاول هتؤسس الشركه وتقيم النادي الاهلي او كره القدم في النادي الاهلي، ثم تعمل لنا تمويل، البحث عن تمويل للاستاد الجديد للنادي الاهلي. الجديد حيث حضرتك عارف ان الاستادات النهارده ما اصبحتش تلعب فيها كره قدم فقط، هي عباره عن 7 ايام نشاطات 24 ساعة مستمرة جواها المباني، لأنه ما تقدرش تبنى مبنى ضخم كده بهذه الفلوس عشان تلعب فيه ماتشين في الأسبوع، ما
امتى وقت هذه المؤسسه ب 24 ساعه 7 ساعات وعلشان ريتيرن اوف انفستمنت او رجوع الفلوس. طب دكتور محمود عندي سؤال اخير لحضرتك. حس انه اعضاء النادي الاهلي الان لما بيقابلوا بعض ما بيسالوش بعض او يقولوا لبعض صباح الخير او مساء الخير او انت رايح فين او جاي منين، بيسالوا كل واحد بيسال الثاني يا ترى رشحت نفسك ولا لسه؟ فانا لازم اسال حضرتك السؤال ده، انت رشحت نفسك ولا لسه؟ لا اكيد لسه بدري قوي. باستمرار احنا كلنا بنتكلم في الموضوع ده لما يجي الوقت المناسب بتاعه، ومش هيحصل ده الا لما يحصل اجتماعات زي ما حصل قبل كده عده مرات مع القائمين الحاليين في المجلس ومع الناس الشخصيات العامه، لان النادي الاهلي له ناس كبار بنسميهم الشخصيات العامه او الشخصيات المهمه في النادي، وهم على الاقل هم حوالي 34 او 35 واحد بيجتمعوا مع مجلس الاداره وبيقعدوا الاول وبيقولوا احنا عايزين مين وليه. فاحنا عايزين دايما كده الكبير بتاعنا محترم، دايما بنسال ذوي الراي مع اعضاء المجلس، لان المجلس الجاي ان شاء الله هو استمرار المجلس الموجود وسوف يستمر وسوف تستمر الخبرات بطريقه ما. انا عايز اقول للمجلس الحالي لن يبتعد، خبراته سوف هتستمر. يعني انا عايز اقول انا خرجت من المجلس لكن انا خبراتي وكلي تبع النادي الاهلي والاربع سنين اللي فاتت باستمرار متواجد. انا توقعت كده بالمجلس الحالي هيبقى متواجد لكن شكرا للدكتور محمود بجنيد المستشار المالي للنادي الأهلي وأمين الصندوق السابق وأحد الفرسان والعشاق الكبار للنادي الأهلي. وزي ما حضراتكم سمعتم دكتور محمود